انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. الأشعة يا عم وتعالى بسرعة. لا الأشعة دي بتاعت أبويا وأنا عايزها يا عم. ما تخافش مش هديها لدكتور تاني يا سرنجة. أنا عايز الأشعة دي يا عم علشان هو ده يعتبر الميراث الوحيد من المرحوم أبويا الله يرحمه. وبعدين أنا ما عنديش صورة ليه يعني، فدي الأشعة دي مش صورة برضو؟ طيب يلا هاتها بقى عشان عايز أبروزها وأحطها معايا في البازار. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دول؟ يلا يا رمزي، الفرشه بتاعتك هنا ليه؟ انا مش قايل لك 100 مره زفت الفرشه اللي انت بتنام عليها، شيلها ما تقوم. انا اسف يا دوله، مش هعمل كده تاني. اسف ايه وهباب ايه؟ ما انا قلت لك 100 مره، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ ولا شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، لا واتكل على الله. يا دوله انا اسف بقى يا دوله بقى، معلش. معلش ايه التمثال ده؟ التمثال ده احنا مش بعناه امبارح؟ ايوه، ما الزبون جه رجعه النهارده الصبح. ورجعه ليه النهارده الصبح؟ وبعدين مين اللي كسر مناخيره كده؟ الزبون يا دوله هو اللي كسر والله. طب والزبون كسر مناخيره ورجعه، تاخده منه ليه؟ هو انا ناقص خساره؟ الزبون دايما على حق يا دوله، حتى تثبت ادانته. خلاص حتى تثبت ادانه الزبون. بس يلا بس يلا يا دوله. وبعدين احنا ممكن نبيعه تاني، مش مفيش خساره ولا حاجه. ونبيعه على اساس ايه بقى؟ على اساس ان ابو الهول بالمناخير المكسوره دي؟ ايوه يا دوله اديك قلتها، هو ابو الهول. وبعدين مش ابو الهول ده بيقرب لتوت عنخ مأمون؟ نهار ياسين، وكمان مش عارف اسم البضاعه اللي انت بتبيعها. لا انا خلاص خلاص بجد يا رمزي، انا زهقت منك. اطلع بره. انا اسف يا دوله، مفيش اسف، انا مش عايزك معايا في البازار. يلا يلا اطلع بره. انا اسف. خد 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 الزباله بتاعتك دي كمان واتكل على الله. اطلع بره. دي زباله دي؟ اه زباله. ماشي، على فكره بقى انت هتخسرني. هخسرك بس اكسب البازار، اكسب مره واحده في حياتي. اطلع بره. ماشي ماشي ماشي. انت هتفضل مقضيها ماشي؟ طب ما تمشي. امشي يا رمزي. ماشي. ايه ده؟ انا مشيت رمزي؟ يعني انا دلوقتي قاعد من غير رمزي؟ معقوله؟ ده ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ ده ايه اليوم الجميل ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك. امال الاستاذ رمزي فين؟ استاذ رمزي؟ لا خلاص الحمد لله ما بقاش في حد بالاسم ده. انا سرنجه التمرج اللي شغال عند الدكتور اللي فوق، وكنت جايب له الاشعه بتاعته اللي طلبها مني. اشعه؟ رمزي طلب اشعه؟ اه الاشعه بتاعته. طيب انت ممكن تسيبها لي يعني، انا اديها له ان شاء الله. لا دي عليها فلوس. اه يعني خسايره بعد ما يمشي كمان. عليها كام؟ 20 جنيه بس. لا حاضر، اتفضل ادي 20 جنيه. اه ماشي، اتفضل يا شباب. متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ رمزي عمره ما قال له انه عيان. ده اشعه مخ. ده مخ حمار. مساء الخير يا استاذ عادي. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ كلمتني قلت لي عايزني في حاجه. يا سيدي انا كنت عايز منك تمثال صغير زي ما قلت لك في التليفون. اصل انا مسافر اليابان عشان عندي مؤتمر هناك، وكنت عايز اهادي صديق ليا هناك بيه. لا قوي قوي. حجمه قد ايه حضرتك؟ صديقي؟ لا. التمثال اللي هتديه لصديقك يعني. طيب بقول لك صغير كده. اه عشان يتحط في الشنطه بتاع عينيا. حاضر. استاذ عادل، هي الأشعة دي بتاعتك؟ ليه حضرتك؟ خير؟ بتاعت واحد قريبي. ده حالته ميؤوس منها خالص. ميؤوس منها؟ يعني إيه؟ يعني هيموت؟ طبعاً هيموت. يا لا
حول ولا قوة إلا بالله، يا رمزي هيموت. طيب حضرتك قدامه قد إيه؟ بص أنا مش هقول لك زي بتوع التلفزيون والسينما والكلام الفاضي ده، فاضله ست أشهر ويموت، فاضله سنة ويموت، الكلام ده علميا خطأ جدا. مفيش حد يقدر يحدد هو هيموت إمتى بالظبط. هو قدامه بالظبط 16 يوم وثلاث ساعات و56 دقيقة من دلوقتي. طب حضرتك يعني هو عنده إيه بالظبط؟ ورم في المخ في حالة متأخرة جدا. ياه، وجاله منين ده بس؟ الورم؟ لا المخ ده. عادل الترابيز ده بتلمع يا حبيبي؟ عادل يا حبيبي أنا بكلمك، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ أنا أصلي طردت رمزي النهاردة من البازار. طب فين المشكلة؟ ما أنت كل أسبوع بتطرد رمزي من البازار وبترجعه تاني، هو أصلا ملطشة واخد على كده. المرة دي بقى مش هينفع أرجعه تاني. ليه يا حبيبي؟ هو مسافر؟ هو مسافر، هو من جهة مسافر مسافر. ايه يا عادل مالك؟ رمزي ماله؟ في ايه؟ رمزي عيان قوي يا ماما، عنده مرض خطير وهيموت ان شاء الله في خلال 16 يوم. يا حبيبي يا حبيبي عادل انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف يا بيبي ان انت عندك احساس مرهف للدرجه دي اتجاه رمزي بالشكل المكحف ده. والله ولا انا كنت حاسس بكده ولا كنت عارف ان انا يعني هحس بكده يعني ده. طب بس يا عادل ده. طب ليه يا حبيبي ما فكرتش انك انت تعالجه؟ يا ماما حالته الدكتور بيقول ان هي ما يقوس منها خالص، يعني بيقول 16 يوم 16 يوم. طب وايه الحل دلوقتي؟ الحل يا ماما ان شاء الله انا بفكر ان انا اقعده من الشغل عشان يرتاح اخر ايام في حياته، وبفكر كمان اجيبه هنا في البيت يعني عشان يعيش اسعد ايام حياته قبل ما يتكل يعني ان شاء الله. لا لا طيب معلش مش مشكله. وبعدين في حاجه ثانيه كمان مهمه قوي يا جماعه، بالنسبه لك يا رانيا تفهمي مامتك وتفهمي اختك يتعاملوا معها عادي يعني من غير ما يحسسوا انه هو هيموت عشان ما يموتش قبل ما يموت في الميعاد اللي هيموت فيه يعني. وانت برضه تقولي لسنه يا ماما عشان يعني ان شاء الله يلا هانت يعني 16 يوم ان شاء الله. رمزي ما تكرهونيش بقى قبل ما يموت. ايوه جاي روس على شجر دي مبلغ دي معاه وساد الاستاذ رمزي. ازيك يا رمزي؟ رمزي انت زعلان مني ولا ايه؟ يا ده رمزي ده احنا اصحاب يلا ولاد عم واخوات ومتربيين مع بعض، لازم ترجع الشغل يا رمزي. رمزي يعني المفروض ما تزعلش مني يعني يا رمزي، حتى لو اتنرفزت عليك شويه يعني احنا اخوات. لعلمك بقى من ساعه ما انت سبت البازار والبازار بيحقق خساير فظيعه ما حصلتش. احسن اخيرا عرفت معنى وجودي وقيمه وجودي في البازار بتاعنا ده. طبعا يا رمزي عارف قيمه وجودك، يعني ده لعلمك انت اهم واحد في البازار، اهم من التماثيل كلها. طيب بص يا دول انا هفكر، يعني على فكره انا جالي عروض كتير قوي يعني من بازارات مختلفه لما عرفوا خبر الفسخ بتاع العقد ده اتسرب، يعني ده انا لسه جايلي عرض من بازار ريال مدريد. ولا انت السهبل يالا هتعمل لي فيها عماد متعب؟ عرض ايه اللي جالك من ريال مدريد يا شفت يا دوله؟ صوتك بيعلى عليا تاني وفي حته غير البازار يا دوله. ماشي لعلمك بقى انا دماغي دي توزن بالك. دماغك طب يا رمزي اقعد. طيب يا رمزي انا بهزر معاك، ما تاخدش كل حاجه بجد كده يا رمزي. لعلمك بقى البازار مليان شغل كتير، لان التماثيل كلها بقت متربه. ايه ده التماثيل حبايبي؟ دولا وتمثال امين حتب مطرب برضو؟ امين حتب ام حتب مسميه امين مطرب وبيسال عليك بيقول في الرمز يجي نظفني. حبايبي ابقى نظفه انت بقى، انت هتكلفتني ابقى نظفه انت. خلاص يا رمزي بقى ما تزعلش بقى وما تقفش كده على كل حاجه. يلا يا رمزي بقى هتيجي معايا البازار يلا. ماشي يا دولا ماشي، يعني انا مش عارف اقول لك غير ماشي، بس انا ليا شرط، يعني انا عايز فتره راحه 15 يوم، يعني فتره راحه استجماتيزم كده. استجماتيزم؟ طب ليه 15 يوم؟ ما هم 16 يوم وبعد كده هتاخد راحه. اجباريزم. تعال يا رمزي خش يا ابني خش.
بيتك ومطرح؟ انت مكسوف ولا ايه؟ لا ما انا عارف يا دولا بيتي. وكويس طبعا ان انت جبت الدولاب بتاعك معاك ما شاء الله. يا رانيا رانيا. خير يا عادل؟ انا جبت رمزي معايا اهو. لا حول ولا قوة الا بالله. مش عارف اقول ايه. بقية في حياتك يا رمزي، بالبقية في حياتك. وانت من اهله. بقية في حياة مين يا دولا؟ ايه ده؟ في حياتنا جميعا يعني ان شاء الله كل اللي عايشين بتبقى البقية في حياتك. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ معقولة تقولي له بقية في حياتك؟ كريا حياتك لما هقول له ايه في موقف زي ده؟ سيبيه سيبيه. رمزي ازيك يا رمزي؟ قلبي معاك يا حبيبي. والله والله هتوحشني هتوحشني قوي والله. ربنا يخليك يعني يا مرات عمي. والله دولا هو انا مسافر ولا حاجه؟ ولا انت جايب لي عقد عمل في الخليج؟ هو عقد عمل بس مش في الخليج يعني. وبعدين مش عقد عمل، عقد عمل هو بتبقى ورقه صغيره كده من الصحه يعني. دول انا مش فاهم حاجه يا جماعه. طيب انا هنام فين بقى دلوقتي؟ انت يا سيدي هتنام في اوضتي يا رمزي. ربنا يخليك يا رب يا دولا. اكيد اكيد خايف اسيبه لوحده في البازار. انت بتفكر بحيث ان انا ما اسمعكش قدامي يعني؟ والله يوحشني غباوتك دي، والله توحشني غباوتك دي. انا عايز اعرف احنا هننام فين؟ ايه يا رانيا؟ هننام في اي حته وهي كلها 16 يوم يعني، ونرجع ننام تاني في اوضتنا يعني. مات؟ بقولك يا عادل، مين الهبات ده؟ ما شاء الله بتنير اساسا. انا بردانه ومش عارفه انام. لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا نايم على الارض، انا مع الارض وكمان من غير لحاف. وانا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس؟ وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض؟ ولو بردان اتفضل روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه؟ اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي يعني. عايز انا اخش اصحيه يعني؟ كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم. حرام عليكي حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه. انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني. غير كده انا حط، لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه. ملك وكتابه ايه بالليل ده؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي. احنا خش نام انت حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. انا فاهم فاهم. لا خش انت يلا. تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. ملك وكتابه ايه؟ مش فاهم. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ معلش يا رانيا، هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا موته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم و3 ساعات الا ربع وخلاص. يا غرف داهيه برضو، عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ يا رانيا رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو لحاف انت. نو نو مات. رمزي ايه ده؟ رمزي ايه ده؟ رمزي مات واتبخر ولا ايه؟ رمزي يا رانيا يا رانيا رانيا. في ايه يا عادل؟ مش عارف، مش لاقي رمزي. يظهر مات واتبخر ولا حاجه، وسايب لنا حاجه من ريحته. شامين الريحه؟ قلت لكم يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منه. شكله كده مشي وما عجبوش القعده في البيت. يعني مش هيكون راح فين؟ ما هو لو كان مشي كنت انا حسيت بيه وهو خارج. وانا ما شفتوش وهو خارج من الاوضه. امال يعني هيكون راح فين؟ انا مش فاهمه انا ايه الاخفان اللي احنا فيها دي طول. رمزي؟ هو نايم؟ يخرب بيتك، على طول نايم على الارض، ما يعرفش ينام على سراير ابدا. لما هو هيتهبب ينام على الارض ايه اللي احوالي؟ ما كانت لقح بره وكنا احنا قعدنا في اوضه المعيشه الزوجيه يا عادل. معيشه زوجيه ايه؟ مش وقت اللغه العربيه خالص دلوقتي. اوعي لي اوعي لي يا رانيا اوعي لي. يا رمزي 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 ايه ده؟ رمزي كان جزمة كان جزمة. ايه الدوشة دي يا جماعة؟ ايه الدوشة دي؟ انا مش قايل مفيش صوت من امبارح؟ ها؟ وبعدين مين اللي فتح الباب كده من غير ما تستأذنه؟ ما اعرفش انام يعني نون ولا ايه يعني؟
حضرتك انا عايز مقبره يعني تليق بواحد قريبي اللي هيدفن فيها، فاتمنى انها تكون مقبره فرعونيه، نظرا لاننا راجل اعمال بشتغل يعني في الاثار وكده، فتكون مقبره فرعونيه وعليها نقوش فرعونيه. فرعوني فرعوني، تحب حضرتك اعمل لك مسله امام المقبره؟ مسله ماشي اوكي، بس هو يا دوبك على قد المسله ده، يعني مش معقوله نخش بقى نعمل معبد مثلا زي بتاع الكرنك، ولا نعمل زي الاهرامات عشان يدفن فيها، لان اساسا المسله هو مش فاهمها. يعني حضرتك اهم حاجه بقى الرموز والحاجات اللي فيها دي. يعني النقوش نقوش تدل على المتوفي، يعني مثلا تاريخ حياته، البطولات والمعارك اللي اشترك فيها، شجاعته. وحضرتك ما عندوش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شجاعه، لكن لو هنعمل بقى يعني رموز ترمز ليه بما انه هو يعني رمزي، يعني فحضرتك ممكن الرموز دي مثلا يبقى حمار، تماثيل مكسره، حرائق، خسائر، جزمه، دي كلها حاجات ترمز ليه يعني. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا رمزي، انت ايه اللي جابك من البيت يا ابني؟ بصراحة دولة انا زهقت من قعدة البيت دي يعني، وبعدين كل اللي في البيت شكلهم زعلانين. دولة ده كأنهم حد هيموت لهم مثلا. حد هيموت لهم ايه يعني؟ هو لا. مين الاستاذ؟ الاستاذ ده انا زي ما تقول كده، هو يعني وكيل اعمال، واللي من غيري ما يعرفش يمشي اي حاجة في البازار، وابن عمي كمان. دولة بقولك، هو مين ده ونعايز ايه؟ ده بعدين ها استاذ، قلت ايه بقى؟ يعني ان شاء الله امتى حضرتك هتبقى جاهز باذن الله؟ اسبوع واجي لحضرتك اخد مقاس الموميا، والمقبره ان شاء الله هتكون جاهزه بعد اسبوعين من دلوقتي. ايه ده دولا، انت اكتشفت في مقبره ولا ايه؟ دولا والنبي يا دولا، انا اموت واشوف مقبره. تموت وتشوفها؟ ما انت لو مت مش يعني، بس المقبره موجوده، هتشوفها ان شاء الله، مش هتشوفها بس ده. ايه ده؟ الله، ما فتحوا فرن في الحمام ولا ايه؟ بلاش هزار يا عادل، ما تهزرش، كفايه ان انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه؟ رمزي ابن عمك اللي جايبه يعيش معانا هنا. انا مش قادره افهم هيعيش معانا هنا ازاي؟ هي المصياده ناقصه فرنان؟ عزك المشرحه ناقصه قتله؟ يا جماعه حرام عليكم، دي اخر حاجه هيعملها قبل ما يموت، معلش يعني نستحمله شويه، يعني هو احسن يكون حصل له حاجه في الحمام ولا حاجه، ولا استنى اشوف، احسن يكون مات. رمزي ما بيردش يا ابني، ده بقى له ساعه في الحمام مش عارفه هو بيعمل ايه. انا قلقان، ده لو كان بيركب مواسير العماره كلها كان خلص يا عادل. معلش يا جماعه، هو يمكن عايز يشبع من الحمام قبل ما يتكل يعني. ياسمين قلت لك مليون مره اوقفي في مكانك، خليكي حاجزه احسن حد ياخده. حاضر يا ماما نسيت الشامبو تاني، ممكن تحجزي لي مكاني؟ طب بسرعه ياسمين، شوف محدش ياخد مكاني. مامي ارحموني بقى، ارحموني لحسن جوزي ده، انا عارفاه ممكن يجيب بنت خالته تنام على الكنبه وانا انام في المطبخ. انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ هو انا ناقص يعني هنام في المطبخ فين؟ انام في الكازارول؟ لا انا بقى اما حضرتك تنامي في المطبخ. يا اخوانا والنبي مش ناقصه تقطيم، احنا نستحمل الواد بس لغايه ما يتكل. حرام عليك يا اخي، ده ابن عمنا برضه. انا يتكل، ده عاوز يشرب شاي. لا بس هو الحقيقه ما قالش اذا كان عايز يشرب شاي في فنجان ولا في كوبايه، كان لازم يوضح. بطلوا افترا بقى يا رانيا، ما الراجل واضح قال هيشربه من بوز الابريق على طول. ما اشربش الشاي عشان ازوز، انا ما اشربش الشاي. ده مش عايز يشرب شاي، ده عايز يشرب كزوزة. ده بقى انا عايز يفطر في الحمام. يا جماعة حتى لو عايز يفطر في الحمام نحقق له اخر رغبة في حياته، والنبي يا جماعة. يعني ايه نشربه شامبو وصابون ويسقي بالليفة في البطاس؟ الكلام ده لو عايزين نعمل له غسيل معدة، احنا مش عايزين نعمل. ايه الدوشة اللي انا عايش فيها دي؟ ايه دول، الواحد ما يعرفش يقعد في الحمام براحته؟ عم يقرا مجلة سمير وتهته؟ لا يا رب. المهم يا دولا، حضر لي بقى الفطار بتاعي بسرعه. حاضر، تحب تفطر ايه يا رمزي؟ الواحد يا دولا بيبقى على الصبح يعني ملوش نفس كده، هون اعمل لي سندوتش ملوحه او فسيخ او رنجه او اي حاجه. اي حاجه زفره وخلاص يعني. عينيا في حاجه تانية؟ ايه هتعرف تجيبهم ولا عينيا ولا ايه؟ لا عينيا اجيبهم لك طبعا.
مرعوب، خايف اسيب له البازار يقعد فيه لوحده يغرق. معلش يا رمزي، اما تفكر مع نفسك ابقى فكر بصوت داخلي، يعني ما تطلعش صوتك بره عشان اسمعه. والله توحشني غباوت. يلا غور 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 ايه دول ما غور 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 ماشي. كده فاضل بالظبط 5 دقايق ويموت. انت متاكد من الموضوع ده يا عادل؟ متاكد. ايه اللي متاكد؟ متاكد جدا يا اخوانا، الاشاعه بتاعته موجوده اهو، وده حسب التوقيت المحلي للدكتور. جايز، الله اعلم. يا رب يا رب، ده عمره ما قال اي ولا عندي اي صداعات ولا اي حاجه خالص. ايوه، لانه ممكن يبقى المرض الموقوت المدفون اللي ممكن ينفجر في اي لحظه مؤقتا. يا نهار ابيض، لا ينفجر فينا ويموتنا. يا ماما ما تخافوش يا ماما، المرض ده مش معدي. ثانيه واحده ثانيه واحده. وحدوه لا اله الا الله. انا جاهز دلوقتي وكل شيء جاهز على التنفيذ. التسليم امتى؟ انت ليه محسسني يعني كده؟ هو ان احنا بنهرب ممنوعات ولا حاجه؟ قصدي تسليم الامانه عشان نشوف شغلنا. يعني انا في انتظار دلوقتي، ان شاء الله اول ما يحصل خليك انت تحت، هصفر لك تطلع على طول. حاضر ماشي، انا في الانتظار تحت ومستني. وحدوه لا اله الا الله. الحمد لله ان الجلابيه السوداء اللي انا اشتريتها نفعت اهو. وانا كمان اخيرا لقيت لي الشيل بتاعي لازمه. يا جماعه يا جماعه، راعوا شعور يا جماعه، بتتكلموا على الموضه في عزا، معقوله راعوا شعور الراجل جوه هيموت يا اخوانا؟ افتكرت يا عادل، والله ده انا كنت نسيت. والنبي خش يا عادل شوفه ودع ولا لسه. ماشي هخش اشوفه، ربنا يسهل ربنا. يو مين اللي جاي تاني ده؟ وحدوه لا اله الا الله. انت لسه ما صفرتش يا عمو. انت محسسني ليه ان احنا داخلين مغاره علي بابا؟ قلت لك اما يحصل ويسافر هصفر لك. يلا حاضر ماشي. وحدوه لا اله الا الله. يا جماعه يا جماعه، يعني انا حاسس بجد يا اخوانا ان احنا مقصرين بشكل ما، انا مش عارف ازاي، لكن حاسس ان احنا مقصرين. انتوا ايه رايكم؟ عادل ما تخش تشوف الراجل خلص جوه ولا لسه؟ عشان عندي ميعاد يا عادل. انتوا رايحين تعزوا ولا ايه؟ لا احنا لسه بنستعد للعزا، يعني مالكش انت دعوه بالموضوع ده، خش انت موت يا قصدي خش نام. لا يا عم انا مستريح كده، خش نام ليه؟ ولا تعبان ولا اي حاجه. يا نام يا دولة، في ايه دولة؟ في ايه؟ انا اتخضيت. في ايه؟ رمزي كنت عايز اسالك سؤال، هل يا ترى حاسس ان انت عندك صداع نصفي مؤقت؟ انا حاسس ان انا جعان، عايز افطر يا دولة، عايز افطر. الحق يا عادل، ده لسه عايز يفطر. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ اي حد بيبقى مثلا هيعدموه ولا حاجه قبل ما بيموت على طول، وقبل ما يعدموه بيسالوه نفسك في ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي يا رمزي نفسك في ايه؟ نفسي ابطل سجاير. بطلها يا رمزي، بطلها. رمزي كان عندي سؤال تاني، هل انت للاسف حاسس بان انت عندك عمى مؤقت مزمن؟ مؤقت مزعن؟ ايه ده دول؟ انا مش فاهم حاجه. دول ايه؟ رانيا بتقول ايه؟ لا مش مهم مش مهم، خش انت موت دلوقتي، خش انت نام دلوقتي، خش نام خش نام. لا يا دول بص، انا بقى مستني واحد صاحبي كده علشان هيجيب لي الاشاعه بتاعتي. الاشاعه بتاعتك؟